ها بشر بديت رجيم. يعني عبد المطلب ما هذا يعني ما كان هذا الاتفاق يعني أنا كيكتي قدامي خاشته عشان بعد شوية بين حق الناس وأنا قاعدة أكلها وكذي لكن أنت اللي سويته هذا ما يصير. أنا على قولتهم أبد والله أبد ما سويته أنا قلت لكم حافظ وملتزم بالنادي ويعني مهما كان في مغريات بالأكل قدامي أبد ما أتنازل. أي عشان كذي أنا حبيت لأن في كل مرة أنا أحاول أخرب عليك رجيمك أنت تسمل عليك بكل جبل. صحيح. إنزين ما قاعد تسوي ولا تحاول حتى تغش ولا إنك تعديها. أبد والله أبد يا روان. شوفوا بس يا جماعة شوفوا فرق بين صحني وصحن عبد المطلب أبد. أنا كيكتي على حطتها وما شاء الله اسم اللي عليه عساهني ومري إن شاء الله عليك يا عبد المطلب. روان أنا أكلت معقولة يعني تقولي حق الناس قدام الناس إن أنا أكلت أنا معقولة أكلت أبد شوفي سبحان الله شيل الصحن كذي حق الكاميرا عشان يشوف عشان بس سبحان الله شوفي عشان بس أعزائي بالنادي اليوم أنا ملتزم بالرجيم شوف الفرق بس لن أتنازل وصامد بس والله بقول لكم ليش أنا آسف والله بقول لكم شيء أنا قاعدة أسولف مع الشيف يوسف قبل شوي تحت الهواء وقال إنه هو يعني مسوي شيء جبار الشيء الجبار هذا خلاني أنا آسف أتنازل عن مبادئي وعن رجيمي وعن النادي وسأتحمل كل العواقب اليوم. يلا خوش ضيفنا في المايك الرابع لأن إحنا تدرون فينا على كثر ما إحنا نحب السوالف ونحب الغناوي لكن هم نحب الأكل فمنو أحسن من يكون معنا شيف دادي يوسف العازمي اليوم مع كيكته الشهيرة اللي أكيد وايد ناس متشوقة تعرف شنو سالفة هذه الكيكة. Good morning يوسف. Good morning. هلا والله. شلونك؟ الحمد لله بخير. شوي متوتر عادي بعد شوي صدقني بيروح التوتر. اعتقد شعوركم انت والشيف لما تطبخون شيء وتطلون بصحون الناس وتشوفون ان الصحن فضى يعطيك هذا ساتسفاكشن حيل احلى شعور هذا احلى شعور لما اطبخ القى اللي قاعد ياكل اني اشتغل تمام. عالم الطبخ عالم جميل وكلنا فينا طبخ صغير لكن يعني يا ما تقول يا انه يعني فشل لا صدق فشل اسالني واسال عبد المطلب سنة قبل يعني تبهر بجاباتنا والله كم دوره الطبخ انا دشيت ما اتس نوت ماي ثينج احب اشوف الطباخ واحب اشوف الشيف وهم يطبخون وش بسم الله عليكم الحين صايرين حتى انتم شطار بان انتم تقعدون قدام الكاميرا وتطبخون كل هذه الامور لكن اكتشافك لعالم الطبخ وميولك هذا شلون متى عرفت ان انت عندك هذا الذوق؟ والله من وانا صغير كنت اساعد الوالده هذا بدأت وياي بعدين حبيت أسوي تجارب نفسي وين شفت برنامج مرة حاطين شو يسوون اللي هو الطبخة اللي اليوم أتذكرها فرنش توست. قول منو اللي كانت لحظة منو تذكر لما أنت قلت منو أول واحدة اللي شفتها اللي كانت تطبخ في وايد أول واحدة في ريتشل مات جينيفر أنستن لا ريتشل راي. لا إيه الفكرة ريتشل راي مو أول واحدة لا هي في فكرة أنا الحين شغال عليها من ريتشل راي اللي هو اللي نستضيف ناس فقلت عشان أتميز أنا الحين ما شاء الله شايف السوق متشبع فأنا انصدمت لما دخلت فقلت أوكي شلون أخلي أنا أكون متميز أوكي راح أكون الشيف اللي يستقبل مشاهير بالسوشيال ميديا مغنيين ممثلين اللي هو أجيبهم عندي ونقدر نسولف معه مثل شو ريتشل راي بس هو بدأت هذه فكرة الأكاونت الحين من الطبخ لا بدأت وأنا صغير أذكر كنت قاعد أساعد الوالدة سوينا أم علي الله عليك فكنت لم أحد أذكرها بس طبعا كنت خايف أدخل المطبخ لأن حاط بالي أمي قاعدة تطبخ أم علي فما تبي تشهد على شيء من بعيد أتذكر هي واقفة هناك قاعدة تطبخ أشوفه أنا قاعد خلني ساكت بس أما أول طبخة طبختها بروحي كانت فرنش توست كان عمري 8 أو 9 تقريبا تبارك الرحمن وشعور اللي أحس لما واحد يطبخ أول مرة كله يطالع إنه حلو لأن هي أول مرة هي اللي راح تحدد مصيرك صحيح راح تستمر ولا لا صحيح. شنو كان شعورك وانت تذوق الناس طبعا هو شوفي أول شعور طبعا لما أنت تطبخ خاصة الحين يولي الناس أطالعهم تعرفين شلون الواحد ناطر نتيجة الاختبارات كلنا بشي أطالع حب ولا ما حب اوكي قام ياكل الصحن مثلا خلص الصحن اوكي الحمد لله هذا عجبته يعني خلص تمام هذا شنو بس راح سأندم انا انت بتخيل أنا بس شنو هذا فعلا تبارك الرحمن الندم اللي انا اتفق وياك نركض ساعه انا وياك اليوم نركض ساعه اللي كلناها اليوم الكيكه لها اكثر من اسم صحيح
فشنو هم الأسامي وليش تسموا بهالأسامي؟ الاسم الأصلي هي باسك تشيز كيك، لأن منطقة اسمها باسك. أنا راح تدي آخر ترى. يعني بالعافية. بعدين بدأ يسمونها بيرن تشيز كيك، لأن لو تلاحظ ما لها أي كراست، ما لها مثل بسكوت المعروف. صحيح. فيضطرون يطبخونها بالزيادة وين تحترق من برا، فلما تحترق من برا تسوي لها مثل قوام. صح. مثل شايف. أيه. فمن شي يسمونها بعدين بيرن تشيز كيك، تشيز كيك محروقة. صحيح. بعدين قام يسمونها سبانش تشيز كيك، وبعدين من سانت سباستيان تشيز كيك. هذا المسميات اللي قلنا. أيه. بس الاسم الاصلي باسك، بس الرسبي موجوده بالنت كل مكان الواحد يقدر يحصلها. صحيح. صحيح. اي نعم. فلا لا تحريني رواد. لا تحريني هي لها الطريق. الحين عرفت شنو قاعد يصير معك. عرفت ليش الصحن فاضي الحين؟ عرفت ليش الصحن فاضي الحين؟ يعني انا امس وايد ماشيه فاقدر وايد اكل. اي نعم. يوسف اعتقد تستاهل انك تاخذ القرمه. شكرا شكرا شكرا. يمكن شيف، يمكن انا عندي استفسار دائما اقول في ناس عندهم موهبه. إيه؟ يعني تبارك الرحمن هو عنده الابداع انه يسوي شيء معين، يسوي مكس معين، بالنهايه تكون النتيجه وايد مرتبه. صحيح. وفي ناس والله ياخذونها دراسه. إيه؟ يدخلون دورات، يدخلون. صحيح. مدارس كوردن بلو او ايا كان. إيه؟ ويرجعون عندهم البيسكس. اليوم الواحد وده يتعلم. انا تحت الهواء الامانه والله قلت لك احس فيني طباخ يمكن زين. إيه؟ يمكن مو اكيد. إيه؟ الحين ما اكتشف. بس لو انا ببتدي، وخاصه في ناس حتى اليوم ما نتكلم عن اي انسان او انسانه ودها تبتدي. إيه؟ شنو الطرق الصحيحه لازم يسوونها؟ طبعا اول طريقه هو انك تطلع. اول انا بديت مثلا، انا اعطيك انت تجربتي. انا من جيل ايام انا مواليد 88، فكان ما كان عندنا انترنت ولا هذا. جيلنا جيل. بس رفاقتك انت تطبخ، احنا كنا نشوف جراندايزر. ما انا بعد كنت اطالع جراندايزر وايد تعبه. لم اتذكر بجيت الحلقه الاخيره. صح. شنو سر الحلقه اليوم اللي كل واحد قاعد يقول اسراره؟ ما ادري. بشكل عام انت راح تبدي طبعا مع التجربه. اول شيء راح تقعد يكون في شغف، لازم يكون موجود. كتب طبخ عندك. اذكر يعني على ايامنا كانت قنوات قليله، فكانت قنوات، اذكر كانت الوالده تطالع قنوات طبخ تسجل. صحيح. فحاشني اللي هو الاهتمام هذا، فكنت قاعد اطالعها. بعدين شوي شوي حسيت ان انا ودي اطبخ، احس ان اقدر ابدع فيه، وخاصه احب الكيمياء، اطبخ كيمياء. صح. فلما تطبخ شيء كنت انا عندي شغف بالكيمياء. ترى السبي عصف المقاطعه. شيء جبار. الحمد لله. عجيب عجيب. عليك بالعافيه. جايب لكم كيك كامل هني. عليك بالعافيه. الله يعافيك حبيبي. قول. اي قاعد يقول عن الكيمياء كان، وان الطبخ كيمياء. فانت لما تطبخ تكنيكلي لما تحط المكونات والمقادير هذه، انت راح تلعب بكيمياء الاكل. فهني طبعا الاكل راح يلعب دور في الطعم اللي راح يكون على اللسان. لازم تفكر اوكي اذا حطيت كذي راح يطلع كذي، فيعطي اللي هو النتائج الحلوه. انتوا قاعد تشوفون بالتلفزيون ان الشيف دادي قرر انه هو يسوي كيكه الماتشا. الماتشا. اي نعم. هذا مو لعبتك الماتشا اللي انت حابه فيها؟ يعني ما تخيل شلون لعبتي الحين الماتشا. اي شيء ماتشا روان على طول. والاكوبمنت مالت الماتشا الاصليه. الخلاطه مالتها وسوالف. تحرص ان انت تتبع الترند يوسف، ان تشوف مثلا شنو الحين اللي السوق هابين فيه. يعني مثل الحين قاعد اشوف صح حبه الناس مثلا مع الماتشا، هبت لما صارت مع هذه بعد انواع التشيز كيك. فتحب ان تكون مواكب الترند عشان تعطي المحتوى الجيد حق متابعينك. انا كنت اتفادى حيل، بس شنو هو الترند؟ هو اللي اذا سويت فيديوهات فيها ترند معناته الفيديو راح يصعد اكثر، ينتشر اكثر. ولكن ساعات احب ما ابي اكون مع الترند، فساعات اذا شفت ترند حابه انا راح اسوي. حلو. اي كذي صار النظام. تمام. زين انا الحين هذا سؤالي وحيروا العلماء. اي نعم. فعلا حيروا العلماء. الحين انا لو شفت الفيديو هذا. اي نعم. شفته ورحت المطبخ عشان المطبخ المستقبلي. إيه نعم. بسوي كشخه شي كل الليتات وهذا. إيه نعم. ومشيت معاك خطوه بخطوه. اي نعم. راح يعني ما راح. لا ان شاء الله. ما في تسمم. لا. احب يوسف هو قاعد يشجعك. يوسف انت ما تدري شنو عبد المطلب والله. كن معانا. انا اي انسان موهوب ومبدع تلاقي دائما اقول ابي اصير نفسه. فصدق والله يعني خاصه احنا اليوم رجعنا على خلينا نقول كتب الطبخ. اللي الناس كانت تاخذ المقادير وكانت تاخذ طريقه عمل الطبخه هذه، واليوم قاعد اشوف تسهل الموضوع، صار فيديوهات. صح. يمشي خطوه بخطوه حتى المنتج. يعني قبل كان يقول منتجات ما ادري وين تنباع اصلا. اي نعم. كركم تاني من شجره اسباب. ما وين هذا؟ ما تلقى هذا. فاليوم لو انا فعلا لو اي احد الحين يبي يبتدي انه يدخل عالم الطبخ ويمشي خطوه بخطوه، هل ممكن النتيجه تكون زينه ولا في احنا دائما نقول النفس يفرق؟ هو النفس، هو مفهوم النفس هو بشكل عام انت لما تطبخ وانت مزاجك وايد حلو، وايد مستانس، ويمكن مشغل لك اغانيك او كان جاي لك خبر حلو، راح تلقى شغف بالاكل، راح تحط المكونات. هو اكثر شيء راح نلاحظه بالنفس
لاحظت ان الانسان ما راح يبخل بالبهارات معناته. فاما اذا انت مالك نفسيه راح تطبخها ما راح يهمك الاكل مدته ايش كثر طبخ الوقت صح لانه راح يكون شنو الشغل تعرف. فمن كذا دائما اقول حق الناس حطوا بالكم من امهاتكم لان اذا نفسيته حلوه لك راح يطلع حلو فلا تدونهم خلوهم على راحتهم. خوش نصيحه دائما نقول صح ان الطبخ نفس عشان كذي يمكن نفس المقادير نفس الطبخه قاعد يسوونها شخصين بنفس الوقت لكن يفرق وكله يصير انه في سر. على هالطريق قبل أن ندخل على الاشياء السريه واكيد انت لك لمساتك في اطباقك احنا يمكن لاحظنا ومتابعينك حتى قاعد يشوفون وهذا المحتوى اللي حتى انت الحين قاعد تقدمه حق الناس اختلفت الطريقه بين ان انت بس قاعد تقدم طبخات وبين الحين انت قاعد تدعي بعض المشاهير اللي بالسوشيال ميديا انهم يشاركونك في بعض الفيديوهات. من وين جت لك هالفكره وشلون شفت تفاعلهم اصلا معاك وهل تحرص ان المشاهير اللي يجون اوريدي عندهم باك جراوند طبخ ولا نفس حالاتنا احنا الثلاثه اللي بالاستديو عشان يعني نعطيك مقدمات ترى يعني احنا نعرف ان نكمل ولا راح تكون من ضيوفنا في المطبخ الجديد انا لان كلهم اجلهم حق المطبخ الجديد في وايد مشاهير راح يكون موجودين شباب المطبخ الجديد. شو اللي احرص عليه دائما اذا هو لما تواصل معاهم ويكون في اتفاق ان شاء الله التصوير اسالهم هل في طبخه انت ودك تشاركها وين انا بس راح اساعدك بشكل كامل انت راح تكون الليد انا بس مساعد. اذا ما يعرف يطبخ بعض الناس يقولي ما يعرف يطبخون اقول لهم اوكي خلص تيشلون راح اخليك تطبخ وانا اكون الجايد مالك كأنك بجلسه درس فانت راح تسوي كل شيء انت راح تطبخ نايس. فهذا اللي يصير مع الضيوف ومعنا ومعنا الطبخات اللي تختارها او هم يختارونها يعني يكون طبخ صجي يعني حمص وعيش ومكبوس وكذي ولا عاده انت قاعد تروحون مع الاشياء البسيطه لان اعتقد ان انت هم تحرص على مده الفيديو اي نعم اي فشلون قاعد تختارون الاطباق وشلون اذا كان الضيوف ساعات يكون الفيديو مدته اطول الناس ودهم يشوفون الضيف اكثر ما ودهم يشوفون الطبخ ساعات نفس نحن هني بالاستديو اي مثلا اي بالضبط فمثلا لما عندك روان بحسين لما جت مثلا قالت ابي اسوي طبخه مكبوس كويتي لان احنا عندها واي متابعين غير كويتيين عجيبة فكانت بتقدم محتوى حق متابعينها انه ترى هذا اكلنا الكويتي مثلا عندنا ليالي الهراب سويت لهم سويت لها تيراميسو وسويت لها ستيك كان هاي التيراميسو صغيره اللي هو ايزي تيراميسو مثل ما نقول اللي هو التيراميسو بدون بيض تقدر تسويها بطريقه وايد سهله وايد بسيطه فكانت كذي وسوينا ستيك. اما روان لا سوينا له مكبوس كويتي قلنا عشان كان العيد بعد فكانت حلقه العيد فكانت يعني شغله سبيشل وقلنا حق الكويت احنا ناكل العيد. جميل جميل شيف دادي انا بقول لك ان اذا جبت روان المرزوق اي نعم راح تسوي توست جبن احلى توست جبن في العالم راح يكون هذا اصعب شيء ممكن تسوي ماتشا ماتشا تبي كذي ماتشا لاتيه مثلا يعني يوسف حاول انك تحرص على الاشياء اللي يعني بسرعه شيء يختفي ان شاء الله جاهزه وخالصه. شفنا بالفيديو المالح والحلو اي نعم يوسف شو يفضل بينهم؟ انا الموالح اكثر اوكي الموالح اكثر يعني الاشياء الثقيله على قولت المين كورسز مو الديزرت لا انا الديزرت هذه بس ترى اللي انا شاطر فيها قويه يعني. بالعكس قويه يعني احنا سولفنا يمكن يوسف تحت الهواء انا قلت لك وما جاملت قلت لك لو كانت الكيكه بسيطه وعاديه كان قلت والله مشكور ما قصرت انك تكلفت بهالكيكه انا تغنيت فيها واعلنت ان انا ماكل وانا وراي نادي راح اتعاقب روان ويوسف نفس الشيء ان يوسف يمكن في ناس اذا تميزت بشيء يصير منتج قابل للبيع وانت صحيح. عارف يعني انت قلت لا انا قاطع هالشيء هذا انا موقفه اصلا صار لي سنه ونص كنت ابيع والله كان يطلعني مبلغ حلو يعني كنت مصدوم من كميه المبلغ اللي طلع ولكن الاكونت ما شاء الله قام ينجح وينجح تبارك الرحمن فقام ياخذ وايد من وقتي لدرجه صار يومي جدوله فما صار عندي وقت اسوي الكيكه وخاصه انا اسويها بنفسي واخاف اعطيها قاعد يعني في ناس يقول لك اوكي تقدر تجيب احد يسوي لك اياها بالبيت وتعطيه نسبه وهذا وانا ما عندي مشكله فيها ولكن ما ابي هالشيء يصير حلو لان ابي الكيكه السر مثل ما قال عند ذاك الوقت مو هذا يمكن يوسف قال معلومه صار فيني انه لحظه صدق والله الحين عاده خلينا نقول بعض الطبخات نعم المكونات الرسبيس هي وحده صح بس يفرق شيء يفرق من في الكيمستري مالك الكيمستري طبعا انا كيكتي تقعدت عليها 6 اشهر عشان اضبطها بالشكل هذا يعني كنت اسوي تجارب يعني مثلا مده الطبخ تلعب دور مثلا عندك المقادير اللي تحطها
كميات المقادير تلعب دور، تفرق تفرق وايد. طبعا حتى البراند، عارف البراند الحين مثلا في ناس يقول اوكي احنا عارفين شنو، بس انا في واحده شاطره انجريدينت واحد صادتها قالت في براندات انت قاعد تستخدمها غير عن اللي انا قاعد استخدمه. اوكي هذه البراند، هذه كانت اشطر واحده. فاذا ودكم تعرفوا شنو هي اللي فيها انا ما عندي مشكله. اي مو هذا اللي كنت بساله، ان الرسبي موجوده بس اللي يميز البيرد كيك مالت يوسف. تبون الصج ولا تشب؟ كيفك؟ الاثنين عطنا الاثنين. اوكي Yeah. اوكي انا اتوقع راح اقول الصج لان كنت خاشها قبل حق سبب. اوكي هي بالضبط السيركل مافي، الكريمه الخفق اللي استخدمها كي دي دي. اوكي الجبنه اللي استخدمها، في ناس يقول اكيد تحط ماسكربوني. لا ما احط ماسكربوني، احط جبنه فيلادلفيا. هذول الاثنين لقيتهم كومبينيشن وايد قوي. هذا كله اقدر اقول الحين. الله يحفظهم للامهات. بس الكميه ما راح اقولها، عدد كميه البيض ما راح اقول، السكر ما راح اقول، في اشياء بعد اسرار بس، ولكن هذول المكونين اللي انا حسيت في فروت من صح. اي اي حسيت في فروت، برتقال او ليمون. لا هو برتقال. برتقال صح، بس نوع البرتقاله هل هو عصير برتقال ولا قشر برتقال؟ إذا كان الطعم صج واضح أكيد زستها يعني. صح زست. لا يعني إيش درى؟ استرى. أنتوا قاعد تقولون إن أنتوا باكلانكم مو طباخي وضميتوني لكم، أنا سكت يعني ما قلت هذا. أنا مشكلتي مو كذي. مشكلتي زست البرتقال اللي هو قشر البرتقال. والله الشيف أول يوم اللقاء يا إيده مو فاضية، يا أقوى كيكة عنده حلو ولا مو حلو الناحية صح، وقال بعض المكونات اللي هو خاشة لهذه الكيكة تدخل ذهب. أنا كله بالليل مجابلنا انت الحين 9 سنين. ابي 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 سمبوسه منك. ما في، انا زين قاعد من النوم الصبح نطلق لك، يعطي العافيه صراحه. يعني يوسف لو مو متكلم وايد احسن. احنا يعني طلب ما راح يهدك. بالضبط. شيف داني قبل لا احنا نختم معاك، كل شيف اكيد عنده اطباق مفضله يحب يطبخها، وعنده اطباق يتجنب انه يطبخها ما يحبها. عنده اصوات مفضله بعد. اي طبعا، يعني شوف مثلا حمسه تحبونها الصوت. اي قاعد الاحظها من ساعه جت صوت قلي. قاعد بالمطبخ انا قلت يمكن خطا. فشنو الشيء اللي تتجنب انك تطبخه وما تحب، سواء حتى انت كنت بجود مود باد مود؟ اما ما البيستري بيستري بشكل عام. والله اللي يحب الموالح ما يحب السكريات وايد. اكثر شغلات تتفاداها هي البيستري، ما احبها وايد. فانت تحب الموالح؟ بس احب اكل البيستري بس ما احب اسويها. بس اكثر شيء احب اسويه هو الموالح. حلو هنا ستيكات بالذات يعني. الله قاعد اشوف الستيك هذا ما شفت الا مال توم جيري. هذه تبارك الرحمن جبارة. أنا أدري تبارك الرحمن أن المنيو عندك ما شاء الله، وأنت مبدع في أي وصفة تبتدي فيها. الباشن يبين من صوتك، من طريقتك، من كلامك تحت الهواء، والحين باللقاء أقدر أحس بالشعور. لو قلت اليوم بفتح منيو، أنا دخلت مطعم الشيف دادي، فتحت المنيو، أخذ 3 دينار المنيو تبارك الرحمن. أول سكرت المنيو خلاص، تفضل شوف وين المطعم الثاني. بقول أول 3 توب مثلا طبخات أو شغلات أنت تحبها ومتميز فيها، وأنت تقول إن أنا أقدر أدش فيها بأي مسابقة عالمية. ستيكات، ستيك أحب الستيك. تكو أنت تعزمنا باربيكيو إن شاء الله. راح أسوي أفعالك ومفعالك. شنو أحلى قطعة تأكلها بالستيك؟ أحلى قطعة أنا عندي ساعات الرباي، هي إذا بشيء فاتي يعني رباي. أما ساعات إذا بدلع نفسي وأحس إن أنا أرستقراطي، تندرلاين. يس صح. وشنو لحظة عشان شلون تاكل الستيك الحين؟ عرفت ميديوم رير. ميديوم رير اوكي، مو بينك من داخل. لا ميديوم رير احبه ميديوم. وايد ناس تقول ان شلون تاكلون دم. هذا مو دم، هذا اول شيء. هذا حتى اذكر سالت فيها حتى مسائل الشرعيه، لا هذا ما يسوونه زي السفاح. صح، هذا الدم السفاح هو الحرام، اللي هو الدم اللي ينصب بعد ما يذبحون. هذا يسمونه دم سفاح، هذا حرام، هذا المقصود كلمة الدم. أما اللي تشوفه داخل هذا يسمونه ما خاب ظني يا مايوغلوبين يا هوموغلوبين، اللي هو الحرفين البروتين اللي باللحم. يكون لونه أحمر، والسبب شنو؟ الحديد الموجة بالدم، فيعطي لون أحمر. وترى هذا كله الطعم فيه. لما تطبخ الستيك بزيادة يقلب لونه رمادي. اتفق وياك 100%. هذا هو. فإحنا من هنا اللي يحب يأكل ولدان خي يجرب يا أخي. إيه. يروح الدرجة اللي تحتها. مو يزعلون تدري شيف؟ إذا قلت ولد يخزك كذي، ما ترتاح لأن حرفياً يعني هو الأكل. شوف الأكل سبجكتيف، شيء شخصي، أنا ما أقدر أجبر الإنسان يأكل يبي كيفه، أكل اللي تبي، ولكن يعني رأيي الشخصي
حرام يعني قطعه لحم ستيك واقو جايب لك مثلا تقول ابي ميديوم رير ميديوم اول دون تمام. احنا وايد سعيدين وصدق دائما نستانس من ضيوفنا اللي يجون وصح ايدهم ما هي فاضيه تي كذي ولا شيء عشان نستمتع وناكل. وانا بصراحه يعني يوسف انا خايفه على كيكتي لان انا يعني انا ادري ياري ايش قاعد يسوي ومشكله ياري اللي هالصوب فما ادري وين فبحاول اني احافظ على الكيكه كثر ما اقدر عشان استمتع فيها. لكن تسلم ايدك واكيد اللي جربه وكيكه يوسف يدرون ان كيكه ما تتطوف وتستاهل ان تنوكل. مشكور على جيتك عندنا في هذا الصباح في نغم الصباح. مشكور الشيف دادي يوسف العازمي على وجودك معنا استمتعنا واكرمك الله بالعافية. لا تنسانا بالبرنامج لو سمحت. ان شاء الله ان شاء الله اذا حسيت ان غسلت ايدك ما ماكو فايده على الاقل باربيكيو شكل استيك. واذا تبي مساعد يتعلم على ايدك انا حاضر. يعطيك العافيه يعطيكم العافيه. ان شاء الله اول ما المطبخ الجديد يجهز انت من اول يا حبيبي. الله يحفظك. شكرا لك.